Determine the magnitude of the vector sum v equals v1 plus v2 and the angle theta x, يعني ميله على محور الاكس, which v makes with the positive x axis. Compute both. مرة نحل graphical ومرة نحل algebraic solutions. طيب بالنسبة للجرافيكال سولوشن بنعمل ايه؟ بنرسم موازي من راس القوة الأولى, نرسم موازي للثاني زي كده, ومن راس القوة الثانية نرسم موازي للقوة الأولى زي كده. يبقى المحصلة من التقاء الدلين لالتقاء السهمين اللي احنا عملناهم موازين كده, احنا كوننا متوازي اضلاع اللي هو الشكل ده الباراليلوجرام. عندنا القوة دي معلومة 27 يونتس, والضلع ده موازي للضلع ده فواحد وعشرين يونتس, والزاوية دي 30, والزاوية دي نقدر نحسبها تانها بيساوي, نقول كده شيفت تان 4/3, فالزاوية دي 53.1. طب إذا عارفين دي وعارفين دي يبقى نقدر نعرف دي اللي هي كده كام الزاوية دي. هقول كده 180 ناقص 53 ناقص 30 طلعت 96, كل دي 0.9. طب يبقى دي كام؟ 180 ناقص الأنصر, لأن كل زاويتين متجاورتين يساوي 180, يبقى دي 83.1 اللي هي مجموع الزاويتين دول. طب عندنا دلوقتي مثلث, اللي هو المثلث ده في ضلعين وزاوية بينهم, يبقى قانون الكوساين على طول. طالما ما عنديش غير ضلعين قلنا وزاوية بينهم, لو الزاوية مش بينهم كنا ممكن استخدمنا قانون الساين. طب اقدر اعرف الار دلوقتي اللي هي سماها في, الفي بقى بتساوي قانونها بيساوي الجذر التربيعي للضلع الاولاني تربيع زائد الضلع الثاني تربيع ناقص 2 في 1 في 2 كوساين الزاوية اللي بينهم, هنسميها ثيتا مثلا ولا حاجة. طيب ال V1 ده ال V1 27, ال V2 ب21, والثيتا ب83.1. كده نقدر نجيب القوة الجذر التربيعي ب27 تربيع, 21 تربيع, 2 × 27 × 21 كوساين 83.1, طلعت الريزلتنت 32.2 يونتس. فاضل ان احنا نجيب زاوية ميلها عن محور اكس اللي هي الزاوية دي ثيتا اكس. فلو انا عارف الفاي, لو عارف الفاي اللي هي دي مثلا, خلاص اجمعها على 30 درجة. طب عندنا قانون الساين بيقول ايه؟ ساين الفاي على الضلع المقابل ليه اللي هو 21 يساوي ساين 83.1 لانها معلومة, على الضلع المقابل ليه اللي هو 32.2. طب 2 ده قيمة مش زاوية, الزاوية فوق. طيب اذا الفاي هتساوي, هقول كده 21 ضرب ساين 83.1 تقسيم الانصر اللي من شوية, واقول شيفت ساين, طلعت الفاي ب40.4. اذا الثيتا اكس نجم عليها 30, يعني 70.4 درجة. ده حل جرافيكالي. تعال نشوف بقى نجيب حل ماثيماتيكالي بالكومبوننتس. هقول كده ان الفي اكس بتساوي ايه والفي واي
بتساوي ايه، وبالتالي ال في الجذر التربيعي ل في اكس تربيع زائد في واي تربيع، بتبقى الثيتا اكس طالما في الربع الاولاني شيفت تان في واي على في اكس. طبعا هيطلع نفس الاجوبه، تعالوا نشوف مع بعض. الفي اكس عندنا 27 كوساين 30، كله رايح يمين، ناقص 21 لما احللها 3 4 5 يعني 3 على 5، حلف اتجاه الافقي على الميل، يبقى 27 كوساين 30 ماينس 21 في 3 على 5، طلعت ال في اكس ب 10.78 يونتس. طب والواي نجمعهم بقى، اللي هو 27 ساين 30 هنا بلس لانها فوق الاتنين في 4 تقسيم 5، 27 ساين 30 زائد 21 في بوينت 8، طلع 30.3 نيوتن يونتس. طيب لو هما قوة تبقى نيوتن، احنا ده الجواب وده كان جواب. عايزين بقى الجواب هنا، ناخد الجذر التربيع ده وده تربيع زائد 10.78 تربيع، وناخد الجذر التربيع للناتج طلع هو 32.2 نفس الجواب. طبعا حاجة غريبة يعني، شيفت تان ال في واي على ال في اكس، او شيفت تان 30.3 على 10.78، والعجيب برضو طلع نفس الجواب مش قوي يعني، 70.9، 30.3 على 10.78 شيفت تان، يعني 70 تقريبا 80 درجة، هي كانت 70.4، الفرق بسيط يمشي الحال.